أهلا بكم. مياه على اليمين وموارد على اليسار والفساد في الوسط، واقع غيبت عنه التحقيقات لعقود بسبب النفوذ. أرصفة تدر المليارات في ساعات، ظاهرها تحت سلطة إدارية حكومية والمستور فيها مفضوح، لكن الحديث فيه غير مباح. موانئ تحولت من واجهة البلاد إلى وجهة للخروقات والانتهاكات، إلى أن جاءت الخطوة الجريئة للبرلمان وتشكلت لجنة الأمر النيابي للتحقيق في المخالفات، وبدأت مسار التدقيق في التقارير والتعاقدات. هناك من دعمها وهناك من عرقل عملها، وما بين الاثنين نتائج تحقيق ينتظر عرضها أمام السلطتين التشريعية والقضائية. فهل سنرى دلائل الإدانة أم أن كل شيء سيعود إلى أدراجه وكأن لجنة لم تتشكل وكل يعود لنشاطه؟ أهلا بكم. إذن أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أجمل ترحيب، وأرحب بضيوفي. إذن ملفنا الأول راح يكون عن لجنة الأمر النيابي 160 للتحقيق بمخالفات الموانئ العراقية، ومحور الحديث راح يكون مع رئيس لجنة الأمر النيابي 160 للتحقيق بمخالفات الموانئ العراقية النائب ياسر الحسيني عبر سكايب. سيادة النائب، مرحبا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين جميعا. أهلا بجنابك. وأيضا في الأستوديو المتخصص في إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي الدكتور حسين العقابي، مرحبا بجنابك دكتور. أهلا بك وبضيفك الكريم وبجمهوركم الكريم. أهلا بحضرتك دكتور. إذا تسمح لي أبدأ مع سيادة النائب. سيادة النائب، وين وصلت لجنة الأمر النيابي 160 بالتحقيق بمخالفات الموانئ العراقية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة باشرنا بأعمالنا من يوم 15/4 وإلى اليوم فاتحنا الجهات المعنية والمختصة والمرتبطة بعمل الموانئ ووزارة النقل ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة التجارة وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني وجميع الأجهزة اللي تختص به والمرتبطة ولو ب يعني ارتباط شكلي او ارتباط جزئي باعمال الموانئ ماليا امنيا معلوماتيا وتدقيقيا وكل هذه. على كل حال طلبنا عده اوليات وافتنا بعض هذه الجهات وافتنا باوليات وبيانات دقيقه ومهمه، وديوان الرقابه الماليه سمى ممثلين داخل اللجنه من ساده مدير عام في ديوان الرقابة المالية ومعاون مدير عام بدرجة دكتوراه واختصاص دقيق فيما يخص العقود والنظر بالمخالفات، وكذلك التقارير اللي متحققة لدى الديوان أرسلوها لنا كلها بتفاصيل دقيقة، وكان ديوان الرقابة المالية أكثر الجهات متجاوبة ومستجيبة مع معطيات اللجنة ومجريات التحقيق. ذهبنا إلى القضاء لمعرفة الدعاوي المنظورة أمام القضاء لتجنبها في تحقيقنا، وبالفعل اطلعنا على أمور مهمة وحقيقة ساندونا كقضاء بكل أعمالنا وباركوا أعمالنا، وماضين إن شاء الله بيوم 16 بالشهر إن شاء الله بهذا الشهر
سيكون لدينا استضافه لمدير عام الموانئ مع اوليات حقيقه طلبناها سابقا تختص بعمل الموانئ، والمشخصين ضمن هذه الاوليات بتجاوزات على ما ذكرناه بما يخص اعمال شركة. سيادة النائب، قبل تشكيل هذه اللجنة إذا تسمح لي، حضرتك تحدثت داخل مجلس النواب عن وجود هدر 20 أو أكثر من 20 تريليون بشركة الموانئ العراقية. قدرتوا تثبتون هذا الهدر بالدليل القاطع، أم أن الموضوع مثلا كان رد فعل عن ما صدر أو ما تسرب من تسجيل صوتي لرئيس الموانئ العراقية؟ سيدي الفاضل، خلي يكون معلوم عند الجميع، يعني ما همتنا قضية التسريب الصوتي أو ما أعرف إيش، وهذا أني يكونوا على ثقة، وأقسم لكم وأجزم على أن أخوانكم في مجلس النواب ما رعوا أهمية لهذا الأمر، إلا أنه يعني حقيقة هو تمادي بالمضي بالخطأ، فإحنا نريد نقطع هذا الهدر المستمر. عندنا هدر مستمر يومي، وعندنا ضياع لأهم مورد اقتصادي بعد النفط والموارد الطبيعية، هو المورد اللي هو الموانئ وإطلالتنا على البحر، وهذا الأمر يجي يعني يورد إلى العراق، بإمكانه أن يورد إلى العراق قرابة 3 تريليونات سنويا إذا ما أحسننا وأجدنا العمل، وللأسف هو حاليا يورد أقل من تريليون دينار، وأقل من 10% من هذا التريليون هو وارد حكومي حقيقي، والباقي إلى شركات بعقود فاسدة وعقود مشبوهة وعقود حقيقة تدور حولها الدوائر. هو أنا أسأل سيادة النائب، أنه قبل تشكيل اللجنة تحدثتوا عن هذا الهدر، قدرتوا تثبتوا اليوم بالدليل حتى يقدم للقضاء العراقي؟ نعم سيدي الفاضل، قادم الأيام إن شاء الله سيكون يتضمن تقرير هذه اللجنة إن شاء الله تفصيلة عن كل ثغرة، وهي مضمنة لدينا ومؤكدة لدينا ولدينا الوثائق حول هذه، ولكن قناعة اللجنة من الضروري أن يستمعون إلى الآخرين ويقتنعون بهذه الخروقات من عدمها، نمضي إلى إعداد تقرير تفصيلي شفاف ومبني على ومتكئ على مساند قوية قانونية وإدارية وفعلية، يعني اتخذتها وأخطأت بها الشركة العامة لموانئ العراق. نعم. يعني تسببت بهدر مال سابقا وحاليا ولاحقا، وكبلت الكثير من التضمينات المالية، وحقيقة يعني إذا ما داركناها بشكل الحقيقي سيكون هناك خسائر كبيرة. جيد، أعود لحضرتك سيادة النائب. دكتور، أرحب بحضرتك مرة أخرى. شلون تقيم واقع الموانئ بالعراق في ظل الحديث المستشري اليوم عن الفساد في أغلب مفاصلها؟ حقيقة هو الواقع الحالي للموانئ العراقية ليس وليد اللحظة، وإنما متراكم على مدار 20 سنة وأكثر من 20 سنة، لأن تعرف العراق قبل 2003 كان منقطع، شبه منقطع عن العالم الخارجي. بعد 2003 كان من المحتمل، لما لم يمتلك العراق من موقع جغرافي ومن مميزات وثروات وحلقة وصل ما بين قارة آسيا وأوروبا والمناطق الاستراتيجية بالعالم، نعم، أن يكون الاستثمار في الميناء الجاف وفي البناء البحري والميناء الجوي، لأن كل العوامل لنجاح هذه المشاريع يمتلكها العراق من مقومات الموقع الجغرافي والتضاريس والظروف الطبيعية. لكن مع الأسف هناك جهات متنفذة سيطرت على الموانئ العراقية بتسميات وتشكيلات وتداعيات وعقود قد تكون غير حقيقية وغير دقيقة وغير ملبية لطموح العراق. احنا اليوم العراق حاليا معتمد على العائدات النفطية فقط، والعالم متجه إلى الاستثمار في الطاقات البديلة والاستغناء بالشكل التدريجي عن الحاجة إلى الطاقات النفطية، وهنا تستدعي الضرورة إلى تشكيل مجلس أعلى استراتيجي لتبني رؤية حقيقية لاستثمار الموانئ العراقية. كان من المقدر أن يكون للعراق سواق مفتوحة واستثمار في
المواني العراقية تعادل استثمارات دبي وأكثر من هذا. نعم. الشيء. لكن تعرف إحنا هاي المشاكل وبعض المشاكل إنه وصلت إلى صراعات عشائرية في السيطرة على بعض المنافذ. هناك منافذ عديدة خطوطها مكتملة لكن لم تستطيع الدولة أن تفتحها بسبب إنه هذا المنفذ واقع في الواقعة الجغرافية الفلانية وهذه الواقعة الجغرافية مسيطرة عليها الجهة الفلانية والعشيرة الفلانية، وهاي كلها عوائق تعيق عمل تقدم الدولة. نحن نحتاج لنا إلى تبني رؤية حقيقية وإعادة النظر في الاستثمارات السابقة فيما يتعلق في الميناء، وإضافة إلى ذلك نحتاج لنا إلى تفعيل أجهزة السيطرة النوعية وما يتعرض له العراق حاليا من عمليات افتراس مبطنة، خصوصا انتشار الأمراض وخصوصا الأمراض المستوطنة نتيجة للاستيراد للمواد الغذائية الاستهلاكية. نعم. والمواد الجافة بدون سيطرة نوعية. جيد دكتور، اليوم نتحدث عن هدر كبير جدا، تريليونات تهدر عبر الموانئ العراقية. شلون نقدر من الممكن أن نسيطر على هذا الهدر المالي الكبير؟ طبعا هي السيطرة تكون بواقع تعاوني بين جميع الجهات ذات العلاقة، ورسم رؤية حقيقية واقعية للاستثمار في الموانئ العراقية بشكل إيجابي، والعمل على فتح قنوات جديدة وأرصفة جديدة وخطوط نقل خاصة تعنى بالبضائع المستوردة الداخلة إلى البلد، وكذلك تتم العملية من خلال تفعيل الأتمتة والحوكمة الإلكترونية والبرامج المصاحبة من أجل السيطرة والتحكم بالواردات الحقيقية. كذلك لو استثمرت الموانئ العراقية بصورة صحيحة راح توفر لنا فرص عمل جدا واسعة للطبقات الشباب اللي حاليا يعانون. نعم. من مشاكل البطالة وعدم توفير فرص العمل، وكل هذا يجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية ما بين القطاع الخاص والعام والمساهمة بشكل فاعل في بناء منظومة استثمارية حقيقية للموانئ العراقية. جيد جيد دكتور. سيادتنا بعود لحضرتك، التعاقد مع شركة دايو الكورية والاتفاق مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة ميناء الفاو، يعني ما هي مشاكل هذه التعاقدات من وجهة نظر لجنتكم المشكلة لمتابعة هذا الموضوع؟ يعني بالحقيقة خلي ألفت أنظار جنابكم والسادة المشاهدين جميعا على أن اللجنة شكلت على أساس مخالفات موجودة في الموانئ التي تعمل حاليا واللي هي شغالة. نعم. موانئ مقصر الشمالي والجنوبي والخور الزبير وميناء أبو فلوس والمعقل، ذن العشرين تريليون الهدر يكون في هذا الجزئية اللي ذكرتها. أما التجاوزات على نظام التعاقد أو نظام إبرام العقود الحكومية والقوانين وحتى على كل الصلاحيات بما يخص ميناء الفاو الكبير، لدينا ملاحظات كبيرة حول هذا الأمر. وأهم هذه الملاحظات سيدي الفاضل هو رؤية الإدارة العامة لشركة موانئ العراق أن تكون نسخة مستنسخة من هذه العقود الموجودة والبائسة الموجودة في ميناء أم قصر، تستنسخ في ميناء الفاو، التشغيل المشترك على حساب واردات البلد، تعطي العاملة هذه الأموال نسب كبيرة و جدا تعطى لشركات مشاركة أجنبية، إيرات البلد تسلم إلى الأجنبي وبي اللي هي اسمها أجنبي، ويعتبر هذا مستثمر أجنبي على اعتبار هذه الشركة أجنبية إماراتية غير جنسية غيرها. هذه الشركات هي بالأصل تعود إلى ملاك عراقيين أو شركاء بالباطن عراقيين يتم التعاقد معهم بنسب عالية جدا. اليوم ماكو عندنا نسبة بالموانئ العراقية دون 70% مشاركة، يعني نسبة الشركة المشاركة 70% إلى 80-85 تصل إلى 98%. نعم. 98% حصة الشركات المشاركة وحصة الدولة والحكومة العراقية، وهذه المورد المهم بالاقتصاد حصة 2%.
هذا الهدر وهذا الاستهتار بأصل التعاقدات ألقى بظلاله على أن حقيقة لا يتأمل العراق وجود مورد اقتصادي غير نفطي من الموانئ العراقية. زين سيادة النائب، من تجي هاي القوة لشركة الموانئ اللي تجعلها تتفرد بالقرار وتختار الشركة وتتعاقد مع الشركة بشكل مباشر دون اللجوء إلى أو دون الرجوع إلى وزارة النقل اللي هي المعنية بهذه التعاقدات، هي تختار الشركة وتوقع بشكل مباشر؟ نعم سيد الفاضل، تختار هي بشكل مباشر وعندها صلاحيات، وللأسف المجلس الوزرائي يخول وزير النقل بصلاحياته المحدودة، ووزير النقل يخول بهذه الصلاحيات يخول مدير عام الشركة عام الموانئ، لذلك صلاحيات رئيس الوزراء عند مدير عام الموانئ. هو أنا أتحدث من أجاوب هذه القوة والاستثناء ما يحلو له وعلى قدم وساق، ويفسخ العقد اللي يريده بأي وقت يريد، ويتعاقد بأي مزاجية وأي شكل، حتى العقود اللي هي ما إلا علاقة بها نهائيا. شركة العمل الموانئ هي مختصة بالموانئ، شو لها علاقة تتعاقد على قضايا مختصة بقضايا وزارة الدفاع، القاعدة البحرية، قاعدة بحرية، هاي قضايا أمنية، شو العلاقة أن تتعاقد وتفرض على شركة دايو أن ترفع من سقف التخميني إلها من 400 مليون دولار إلى مليار و800 مليون دولار، وهذا الرقم مهول. وين راح يروح عندنا المليار و400 مليون؟ وين يروح؟ شنو الموضوع من هذا؟ ولا الأدهى من هذا، طلب يكون مليار و980 مليار و980 مليون دولار، القاعدة البحرية اللي هي ما تكلف 400 مليون دولار. هذه واحدة. انت شو لك علاقة كمدراء مدير عام موانئ؟ يعني ما مو من صلاحيته ان يتجاوز على كل حال. هذه واحدة. جهاز الكشف الإشعاعي، جهاز الكشف الإشعاعي يعود إلى وزارة البيئة، يتعاقدون ويجيبون ينصبونه بساحة الترحيب الكبرى ويستقطعون من الأهالي ويفرضون على كل حاوية، معناتها زيادة بالأسعار للسلع والبضائع التي ترد إلى العراق، لأن كل درهم يصرف على البضاعة بالموانئ وبالشحن وكل فعالية يصعد بها سعر الكلفة، تكون موانئنا طاردة ويكون البضاعة على المواطن بسعر متزايد، وهذا ما ملحوظ عند المواطن. ولكن من يزايد ويجيب لي شركة ويتعاقد معها فيما يخص قضية الكشف الإشعاعي، شركة يأخذ من عندها 68 ألف دينار، 4000 دينار لوزارة البيئة، و 4000 للساحة صاحبة الأرض، ساحة الترحيب الكبرى، شركة الرية صاحبة الأرض، و 60 ألف لصاحب الجهاز، والجهاز قيمته 50 ألف دولار. نعم. أقصى حد إلى وأفضل نوع من أنواع هذه الأجهزة هو قيمته 50 ألف دولار. 50 ألف دولار يعني ما يتجاوز 75 مليون عراقي. واردة اليومي من هذا الجهاز 240 مليون دينار. 240 مليون دينار في مدة العقد 25 سنة. شوف نسبة الهدر لوين. هذه الأموال لابد أن تكون وطنية، لابد أن تكون وارداتها محلية وللشعب العراقي وللشباب اللي إحنا يفترشون الأرصفة يبحثون عن فرص عمل، مكان ما أجيب لي عقود وأشغلهم في هذا المكان، والخمسين ألف دولار من الحكومة هي تشتري هذا الجهاز جيد. وهؤلاء الشباب وغيرهم يدربون على هذا الجهاز ويشتغلون، والوارد يكون حكومي. شنو الضير من هذا الأمر؟ ولكن ما لاق للآخرين أن تكون هنالك موارد للحكومة، لابد ان تكون الموارد في جيوب الفاسدين. جيد. وهذا الامر سيادتنا بتحدثنا عن نفوذ واضح جدا في التعاملات والتعاقدات وغيرها، عشرات العقود. اذا تسمح لي، هذا النفوذ من الممكن ان يستخدم ضدكم كلجنه والتاثير على نتائج التحقيقات. ذكرت حضرتك في تصريحات سابقه ان هناك ضغوط مورست على جنابكم وعلى اللجنه بشكل مباشر للابتعاد او ما اعرف شنو بالضبط، لكن ضغوط مورست. شنو أبرز هذه الضغوط؟ شنو اللي يردوه بالضبط مثلا؟ سيد الفاضل، ألا نستمر بإجراءاتنا، هذه أهم الضغوط، ألا نستمر بإجراءاتنا وأن نترك الموضوع كما هو الحال
وأن نصفق لمنجزات الوهمية التي يعني بين الحين والآخر نفتتح أربع أرصفة، بعد أسبوع نفتتح رصيفين من الأربعة، بعد أسبوع نكسي بالأسفلت 100 متر وطائرات الدرون تصور، وهذا الهالة الإعلامية على قضايا بال 28 ما راح يفتتح ميناء الفاو الكبير. سنة ال 28 29 إذا افتتح ميناء الفاو الكبير على اعتبار لا القناة الملاحية جاهزة ولا ساحة الترحيب، ساحة العفو داخل كاسر الأمواج والساحة المناولة هذه جاهزة أصلا ما محفورة بالمقدار اللي يردونه، على اعتبار هذا الوقت اللي أتحدث وياكم به. نعم. بين يوم ويوم تجي بواخر من موانئ الإمارات محملة بالحجر، محملة بالحجر لإكساء المناطق المحفورة أكثر من أو قرابة 20 متر، إكساءها بالحجر حتى لا يغطيها الأطيان وغيرها ويحافظون على هذا المنسوب اللي الموجود. جيد، هذه الباخرة عندما تصل إلى كاسر الأمواج هي الغاطس مالتها 6.5 أمتار، 6.5 أمتار ما يدخلوها إلا يكون الغاطس مالتها 4.5 أمتار. يا سيد وزير النقل، ما أعرف إلى متى يكون هذا الأمر. يعني احنا يوميا نطلع ويوميا نقول وصلنا الى نسب وهي غير حقيقيه. على كل حال ستثبت لكم ان شاء الله نتائج اللجنه التحقيقيه كل هذه الامور بتفاصيلها، ان كان في ميناء ام قصر والموانئ المجاوره لها والموانئ النفطيه والقواعد النفطيه والمنصات والموانئ التجاريه، وان كان فيما يخص قضيه ميناء الفاو الكبير ومشاريع الخمسة. جيد، أعود لجنابك سيادة النائب. يعني كثير من عدم وجود جدوى اقتصادية بهذه العقود. أعود لجنابك دكتور حسين، اليوم نحتاج مع وجود هكذا مليارات وأموال مخصصة لتطوير عمل الموانئ وأهميتها برفد الموازنة، خاصة لما يمتلك العراق من موقع استراتيجي، شنو اليوم اللي نحتاجه لنطور الموانئ العراقية ومؤسساتها بشكل عام؟ تفعيل القوانين أولا بالدرجة الأولى بشكل صحيح وفاعل، والعمل على استقطاب الأيدي العاملة والخبرات العراقية بدرجة كبيرة أكثر من ما معمول به حاليا، لأن احنا نشوف اليوم أغلب الشركات النفطية أو غيرها من الشركات الأجنبية تشوف نسبة العمالة العراقية قليلة جدا. هذا واحد. اثنين، اعتماد على الخبرات والكفاءات العراقية وزج المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي والمراكز التطويرية مع قطاعات الدولة الحكومية والقطاعات الخاصة من أجل الوصول إلى رؤية حقيقية تعكس الواقع بصورة شفافة ودقيقة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمات اللي نعاني منها حاليا والوصول إلى نقطة انطلاق فاعلة من أجل الاستثمار والموانئ العراقية بشكل يلبي طموح العراق ويساعد على بناء اقتصاد في ظل وجود الفساد بالتريليونات. عزيزي اليوم هل من الممكن يعني الاعتماد على نظام الكتروني؟ اكيد يعني انت اتمته الكترونيه اكيد طبعا، انت كل دول العالم اليوم تعمل بالاتمته والتطبيقات الالكترونيه وتتابع سير الموانئ وسير المواكب في البحار وصول من نقطه الانطلاق الى نقطه الوصول. وما ذكر السيد النائب على الموانئ الإماراتية والشركات الإماراتية طبعا مو من مصلحتها أن الموانئ العراقية تكون جاهزة والعمل بشكل منافس للموانئ الإماراتية، لأن تعرف أنت أغلب البضائع تجي من أمريكا أو من أوروبا أو من الصين، أكو موانئ وقفة انتقالية بموانئ الإمارات. نعم. وهاي الوقفة تعطي عائدات للإمارات، فما ممكن تفوت بها بهاي السهولة إلا يكون هناك قرار حقيقي عراقي رصين من أجل التجاوز هذه العقبة والسيطرة على الانفلات الحاصل من أجل بناء استراتيجية حقيقية توفر فرص استثمارية فاعلة في الموانئ العراقية، وقلت لك وأيضا الموانئ الجافة وحتى الطرق النقل الجوية للعراق. شنو اليوم برأيك نحتاجه حتى نقدر ننطلق، وخاصة أن احنا نتحدث اليوم عن ميناء الفاو سيجهز قريبا؟ أولا هو يجب أن يكون قرار عراقي ورؤية عراقية وعزيمة عراقية حقيقية، ويجب هناك أن يكون تعاون مشترك ما بين القطاع العام والخاص بشكل
فاعل، والاعتماد على الخبرات والكفاءات العراقية وتحميل القطاع الخاص جزء من مسؤولية الدولة من أجل النهوض بالواقع بشكل مشترك وتوفير فرص عمل لشبابنا العراقي اللي نعاني بين فترة أخرى من الأزمات وعدم توفير فرص العمل وعدم توفير التخصيص المالي وغيرها من العقبات، وخصوصا نحن نلاحظ هاي الدول المتقدمة الصين تركيا أو حتى الدولة الإيرانية وغيرها من الدول تشوف نسبة العدد المواطنين بها نسب عالية جدا 80-90 مليون لكن عدد الموظفين لا يتجاوز المليون. وهنا نقطة مهمة اللي شاور إلى نقطة مهمة وهي أنه هذه الدول تعتمد على تنمية القطاع الخاص بشكل يضمن حقوق الأفراد وحقوق المستثمرين في ظل بيئة آمنة داعمة فاعلة من أجل تنمية واقع الدولة بصورة مستمرة. الدولة عليها توفر الخدمات وتوفر القانون الحامي وتوفر الخطة اللي تسير عليها هذه الشركات والشركات تنفذ ما ترغب به الدولة وفق المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها. سيادتنا بعود لحضرتك، سنوات ونواب يتحدثون عن فساد وهدر في الموانئ العراقية وشركة موانئ العراق لكن دون أي حلول، حتى لجنة لم تشكل مثلا لجنة بخطوات حقيقية ومتابعة حقيقية. تشكيل هذه اللجنة اليوم ما أشوفه متأخر، شنو أسباب كل هذا التأخير واستمرار الهدر؟ سيد الفاضل، كثير من السادة النواب من محافظة البصرة ومن غير محافظة طرحوا إشكاليات متعددة عن مخالفات الإدارة العامة لشركة موانئ العراق، وبالحقيقة كان الضغوط اللي يمارس على يعني على هذه على السادة النواب ومعطياتهم ضغوط جدا قوية، مما يعني يلاحظون عدم جدوى من المضي بإجراءاتهم أو حتى يذهبون باتجاه اتجاهات مثلا ان يرسلون كتب الى هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه والى الادعاء العام لغرض اجراء التحقيقات. وكثير ما لاحظنا ان وجود هنالك دعاوي مفتوحه ومسجله بهذا الصدد على كل حال. ولكن احنا اختلفت هذه اللجنه زين، هسه النواب ما يقدرون، الجهات الرقابيه وين؟ هم تقدر؟ يعني الجهات الرقابيه ما اعرف هسه ان كان الضغوط تصل لهذه الجهات الرقابيه، ولكن احنا اللي يهمنا بتحركنا كان تحركنا وفق معطيات وردت الى لجنه الاقتصاد والصناعه والتجاره. لجنه الاقتصاد هي معنيه بتدقيق الجدوى الاقتصاديه مع جميع العقود اللي تبرمها الحكومه العراقيه داخل وخارج العراق. ذهبنا بزيارة إلى الموانئ العراقية واطلعنا على بعض الأوليات، وحقيقة كانت غير مطابقة للمعطيات اللي مذكورة ولأسباب هذه التعاقدات، وغير مطابقة وغير وجود وليس هنالك جدوى اقتصادية من أغلب العقود اللي تبرمها، على اعتبار لدينا موظفين قادرين على النهوض بالواجبات التي توكل إلى عقود المشاركة، وهنالك فسحة بصرف المبالغ المالية يعني لدى المديرية العامة لشركة موانئ العراق بالإمكانية يعني أن تذهب باستخدام بعض الواردات لترميم وإدامة وصيانة المنشآت الخاصة بهذه الشركة. لذلك مع وجود 13,000 درجة وظيفية موظفين أغلبهم خبراء وأغلبهم فنيين وأغلبهم مختصين بشأن الموانئ اللي كان بالفعاليات البحرية أو الفعاليات المينائية، هذول كل هذه القدرات والكفاءات بإجراءات الإدارة العامة لموانئ العراق عطلوا تماما، عطلوا وهدرت جهودهم وصودرت جهودهم وذهبت باتجاه تعاقدات الشراكة. لذلك حقيقة هذا ما شخصناه وطالبنا وجمعنا مدى كم المخالفات، لذلك تحقق لدينا قرابة 20 تريليون هدر بإجراءات موانئ الشركة العامة لموانئ العراق، فأعددنا بيان صريح وواضح وأصرينا على المضي بتشكيل لجنة تحقيقية قبل الذهاب إلى القضاء وقبل الذهاب إلى مجلس النواب واستجواب السيد وزير النقل من عدمه.
قبل هذه الإجراءات كلها احنا طالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية تكون الإجراءات فيها شفافة 100% على أن تسند من الدوائر والهيئات. هو المشكلة هنا إذا الضغوط مثل ما ذكرت حضرتك تصل وتمنع حتى الجهات الرقابية من يعني كشف الخروقات الواضحة. إذا نتحدث اليوم مثلا عن خرق في أحد الموانئ العراقية وإحالة استثمارات بشكل مباشر دون أي منافس، هذا من يمهم زين، خروقات كثيرة، هذه الضغوط تمنع حتى الجهات الرقابية مثل ما تحدثت عن متابعتها. إذا شنو نتائج هذه اللجنة؟ يعني أيضا نفس الشيء الضغوط راح توقف كل شيء وبالتالي فقط لجنة وانتهى الموضوع؟ لا سيد الفاضل، خليه يكون بمعلوم الجميع أن هذه اللجنة بمعطياتها وبمخرجاتها إن شاء الله لن تكون هامشية مطلقا، ولن نقبل أن تكون نتائج هذه اللجنة هامشية. على العكس، ماضين باتجاهات حقيقة رصينة، سنحاسب وفق هذه المعطيات وفق هذه الاتجاهات التي ناويين العمل بها إن شاء الله. سنحاسب كبير الفاسدين وصغيرهم، حتى المقصرين بأخطاء بسيطة تسببت بهدر ولو مبالغ بسيطة سيتم محاسبتهم وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم حساب شديد، وإعادة النظر بقضية التعاقدات ومطالبة الحكومة حقيقة بإعادة النظر بالتعاقدات اللي حقيقة ألزمت وتلزم الحكومة الكثير من المبالغ لسنين طويلة. أكو جزئية يثيرها البعض هذه الإجراءات سيادة النائب، أكو جزئية يثيرها البعض خاصة في هذه الأيام، أنه بما أنه ميناء الفاو راح يكتمل وباقي 5 أشهر، بدأت بعض الجهات تتحرك كمحاولة لسحب البساط من تحت المدير كونه منصب مغري، وبالتالي من هذا الكلام شنو تعليقك على هذا الكلام؟ سيدي الفاضل أشكرك على هذا السؤال الطيب. حقيقة هذا السؤال ينم على حرصك على عمل اللجنة. احنا ما نهضنا اعتراضا على ميناء الفاو وما يجري في ميناء الفاو، ولا على طريق التنمية وما ينوون العمل فيه، مع ملاحظاتنا اللاجد واقتصادية موجودة حاليا في لم تعد جدوى اقتصادية لبعض المشاريع اللي ضمنها هذا الطريق، على اعتبار لابد من إعداد الجدوى الاقتصادية قبل توقيع العقود ودراسة الجدوى الاقتصادية. على كل حال، احنا ما لنا علاقة ولا تحدثنا لا عن طريق التنمية ولا عن ميناء الفاو ولا حتى عن وجود الإدارة العام المدير من عدمه، إن كان حزبي إن كان مستقل إن كان، ما لنا علاقة بهذا الأمر، ولكن لنا علاقة بالجنب الأخرى ألا وهو الفساد الواضح والصريح واللي لا لبس فيه، في هدر مبالغ طائلة كبلت وتكبل العراق، الكثير من المبالغ عجيبة يعني من نذكرها. فما كان عندنا استهداف لشخص مدير العام، ولا كان عندنا استهداف لعرقلة ميناء الفاو، لا على العكس، احنا اول المطالبين بانشاء ميناء الفاو، ولكن على ان لا يمضي بأحضان المنافسين كما ذكر السيد الدكتور ضيفك المحترم، على ان لا نمضي ونسلم هذه المقدرات وهذا الإرث الاقتصادي الكبير بيد المنافسين ليكون لديهم السلطة واليد الطولة على تشغيل هذا الميناء من عدمه أو الجدوى الاقتصادية من عدمه. نعم سيد الفاضل، من أهم الموانئ في المنطقة وفي خليج البصرة، من أهم الموانئ هو ميناء الموانئ العراقية، وهذه الساحة الإطلالة اللي هي تكون تقريبا 15 كيلو، هذه الإطلالة من أهم الإطلالات في الشرق الأوسط وأهم الموانئ في الشرق الأوسط، ولكن وللأسف بإدارة ورعاية ومشورة المستشارين السيئين والمدراء الحقيقة الذين يكون لديهم أجندة خارجية، حقيقة أجندة خارجية، ذهبوا باتجاه إفساد هذه
هذه المكان الاقتصادية للعراق والإطلالة البحرية التي تورد للعراق بإمكانها أن تورد للعراق أكثر. إن شاء الله نتأمل خير بنتائج هذه اللجنة. رئيس لجنة الأمر النيابي 160 للتحقيق بمخالفات الموانئ العراقية النائب ياسر الحسيني، شكرا جزيلا لهذه المتابعة، شكرا جزيلا لك. وأيضا المتخصص في إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي دكتور حسين العقابي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ملفنا الثاني راح يكون حول دعوة العراق للدول لسحب رعاياها من مخيم الهول تمهيدا لإغلاقه، ونفتتح هذا الملف وإياكم بأبرز ما جاء في تويتر بهذا الشأن. إذن محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني. أستاذ عدنان مرحبا بحضرتك. حياك الله أستاذ محمد، حيا الله أخي وصديقي وزميلي أستاذ كاظم الجحيشي. أهلا وسهلا بحضرتك ومع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ كاظم الجحيشي، مرحبا بجنابك. وسهلا ومنور بغداد، يعني الله يحفظك. بغداد عزيزة وشعب العراق كله عزيز، بغداد عزيزة الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم وأشرف بوجودي في بغداد وبينكم وأنتم أهلي وناسي. الله يسلمك أستاذ عدنان. شلون نشوف دعوة مستشار الأمن القومي سيد قاسم الأعرجي بسحب الدول اللي رعاياها من مخيم الهول؟ الهول وما أدراك ما مخيم الهول، والله يستر من الأيام الجاية ونتائج هذه. أستاذ محمد، يعني أنا بصراحة يعني ما هي يعز علي أنه أتحدث عن الأخ العزيز والصديق الغالي والقائد الملهم الأخ العزيز قاسم الأعرجي لأنه صديقي ورجل أحترمه كثيرا، لكن هذا القرار حقيقة مو محله. يعني أولا مخيم الهول في أراضي ليس بعراقية، فمن يطلع مستشار الأمن القومي يدعو الدول عن إجلاء رعاياها من مخيم الهول بأرض ليست بعراقية، يعني أعتقد هذا مثل الذي ينفخ في هواء ينفخ هواء بشبك. أولا اثنين لو لاحظنا أنه مخيم الهول لمن يتبع، ومن الذي افتتح مخيم الهول، ومن الذي يشرف على مخيم الهول، وما هي تبعيتهم، ربما سنجد أن هنالك لقاء بين السيد قاسم الأعرجي وبين من دعم مخيم الهول وافتتح مخيم الهول اللي هي القوات الأمريكية وتحديدا CIA، وجعل من هذه المنطقة كبؤرة للتلاعب بالأراضي العراقية والأراضي السورية على حد سواء. مخيم الهول استقطب عوائل داعش الإرهابي، وعوائل داعش الإرهابي أوجعونا كثيرا، سفكوا دماء العراقيين وحللوا المحرم وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ واستباحوا الأرض والعرض والمال، فبالتالي كيف نكافئ أبنائهم وزوجاتهم بأن نجعل من أراضينا إيواء لهؤلاء القذارات؟ ثم من يقول أن هؤلاء النسوة هن عراقيات؟ لو جدلا أنه هنالك عراقيات وتلتقي مع عوائل عراقية، خلص أبنائهم من يقول أن هؤلاء الأبناء اللي هم بعمر المراهقة تغذوا الفكر الداعش منذ أن ولدوا ومن جينات داعشية ومن أصول قتلة ومجرمين، كيف نستقطب هؤلاء الأطفال اللي هم مو عراقيين أصلا؟ يعني الآن احنا نتحدث عن 30,000 بين أمرأة وشاب وصبي، احنا نقدر نستوعب روسيا
هذا البلد الكبير جدا 32 واحد، واحنا نشكر روسيا على 32 واحد من 17 سنه فما دون، احنا عندنا اكثر من 30,000، نتحدث عن عدد مرعب ممكن ان يفجر الشارع العراقي. داعش الارهاب 800 واحد. هذا هاي 30,000 شلون تتعامل معاهم؟ هي هاي المشكله. واذا تتحدث عن اعاده تاهيل استاذ محمد، استاذ محمد، المجامع على الحق لا يجوز، والساكت عن الحق شيطان اخرس. الان هنالك مشروع صهيوني يمهد لاشعال فتنه حرب عراقيه عراقيه، لان هم يدعون ان هنالك ما يسمى الحروب الصفريه، ويجب ان يربك الشارع العراقي بحرب عراقيه عراقيه، القاتل والمقتول عراقي، الدماء عراقيه، الارض عراقيه، السلاح عراقي، والمستفيد عدو العراق. الان هنالك مشروع صهيوني توسعي، امريكا الان، اسرائيل الان تعبث بابناء فلسطين المحتله، قتلت الاطفال والنساء والشيوخ وقصفت المستشفيات وان انتهكت جميع الحرمات في غزة والآن في رفح، وبعدها ستتحول باتجاه الأراضي العراقية، لأن أيضا هنالك مشروع في سوريا يراد له أن يشتعل. يابد أن تشتعل سوريا والعراق معا. كيف يشتعل الوضع بالعراق؟ الآن الجهاز الأمني مسيطر والحمد لله، الشارع العراقي والشعب العراقي يعني انهار من الويلات داعش والقتل والمجرمين، لذلك يجب أن يربك من الخارج، بالداخل ما يصير قتال، والقوات الأمنية مسيطرة بأعلى درجات السيطرة، لكن يجب أن يعاد مسلسل داعش اللي هم هؤلاء أخطر من داعش، ليس وأنه أخطر من داعش. جيد، خلينا نشوف رأي. لذلك أقول أنه يراد أن يربك الشارع العراقي بحرب جديدة وانقسامات جديدة، تمهيدا لإعلان دولة بني صهيون وتوسعهم وقضم الأرض ابتداء من ما يصنعون عنه من النيل للفرات، وهذا ما يعلنون عنه وبالعلن مو بالسر، ما مستحيين ولا خايفين، وده يقول هذه نبوءات تاريخيه وهذه متعلقه، وايضا ينوهون ويقولون لن تقوم قائمه لدوله بني صهيون الا بعلاج شعب بابل، يعني مقصودين احنا لابد ننتهي نهلك، هم يسعون لانهاء العراق وشعب العراق وقتل العراقيين بدون حق او بحق او بدون حق، الدماء العراقيه بالنسبه لهم ما تعني لهم شيء اصلا يعني. لذلك يجب ان ننتبه ولا يجب ان نتخادم مع اي مشروع يتعلق بالمشروع الصهيوني. شنو قراءتك استاذ كاظم لهذا الموضوع ولسحب كل دوله رعاياها من مخيم الهول؟ نعم، بدءا تحيه لجنابك استاذ محمد والى الضيف العزيز استاذي الاخ العزيز استاذ عدنان والى مشاهديكم الكرام. حقيقه استقرائي لهذا القرار او تبعات هذا القرار، حقيقه اعتبره اذا كان القرار تحت اليد هناك مقومات لجعل هذا القرار ينجح يمكن أكون مع هذا القرار، ولكن إذا كانت ليس لدينا مثل ما تفضل في بعض الجوانب تفضلها من الناحية الأمنية أستاذ عدنان، أنا أتحدث لك أولا هؤلاء المعسكر هو ما يخصنا لا من بعيد ولا من قريب، بس عندنا إحنا بموجودين هم عوائل لتنظيم إرهابي. نعم. أنا اللي يهمني ككاظم الجحيش واللي يهمكم أيضا، أنتوا كلنا متفقين على هذا الرأي أو المجتمع دي يشوفنا، أنا اللي يهمني ككاظم الجحيش اللي يهمني الدم العراقي وين من هذا الموضوع، وين هذا الموضوع الدم العراقي. طيب هاي العوائل، هل هاي العوائل راح تدخل، راح يدخلون هاي العوائل؟ أنا ما لي علاقة بالرعاية، الأجانب يجون يأخذون جماعتهم يأخذون رعاياهم. هو الأجانب يجب أعدادهم 20,000 9,500 عزيزي. إيه والتقارير الرسمية العراقيين 20,000 19,000. أعطيك الإحصائية الحقيقية، مخيم الهول يحتوي على أكثر من 63,000، بحدود 30,000 وتقريبا 31,000 من العوائل العراقية بين أمرأة وشاب وصبي. حصة الأسد حصة. والحصة الثانية للسوريين. العوائل السورية بحدود 20,000 تقريبا، ومن الأجانب 9,500 بين أمرأة وشاب وصبي. ما يسمى الأميرات الداعشيات التي يدرس لنا الآن الفكر الداعشي، وأنا أكثر من مرة قلت أن هذا مخيم الهول هو أكاديمية لتدريس الفكر الداعشي. أحسنت يعني حقيقة. أستاذ كاظم يا مقومات شنو مقومات أنت؟ أولا لازم دول يعادون نفسيا، يعادون هذا الدرد من ناحية التأهيل النفسي. هذا اليوم إحنا ما عندنا إمكانية الآن، مدارسنا هي مدارسنا قاعدة تتحول إلى مستنقعات بالمدارس اللي هي عوائل، حتى عوائل شيعية خلينا نقول، واطفالهم يروحون للمدرسه يتعرضون الى اقصى درجات الاهانه والذل، وانتهاكات كثيره حتى بالحمامات بغرف فشلون راح ياهلون دواعش؟ احنا اللي بدينا ما جاي نسيطر عليه، اعمارهم اليوم وصلت 16 17 سنه الان الاعمار تجاوزت وقاربت ال 18 او تجاوزتها، يعني هؤلاء هم في ذروه الانتحار، هم تربوا على شيء اسمه القتل. تخيل اطفال يلعبون كره قدم بجمجمه بشر مذبوح،
اللي يلعب هيج صرف هذا التصرف، اللي يلعب كرة قدم بجمجمة شخص يقتلوه يذبحوه ويلعبون بجمجمة كرة قدم، هذا شو انت عيله؟ هذا كل شخص قنبلة موقوتة. انا سميتها أكاديمية للدرس فكر داعشي، وهؤلاء تغذوا الفكر الداعشي من نعومة أظافرهم لهذا اليوم، فبالتالي إصلاحهم صعب جدا ولا نستطيع نهائيا عنه. والإنسان يفترض يعني أن لا يبالغ بإمكانيته حتى على الأقل أنه نحمي نفسنا. المسؤولين الآن شوف جوازاتهم الأجنبية بيجوهم، والأموال العراقية التي سرقت من العراق سربت خارج العراق، شاليهات وقصور وبيوت وملايين الدولارات، والطائرات الخاصة موجودة حتى ما يحتاجون طائرة عامة، طائرة خاصة يطلعون بي، ما يهمهم يحترق العراق فليحترق. زين دار نجي اليوم نقارن بقاء المخيم قريب الحدود العراقية يشكل خطورة أكبر على العراق لو سحب هؤلاء 30,000 تحدثت عنهم. هسه احنا نحكي بالجانب الإنساني، بالجانب الإنساني. لا 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 لابد نحكي، لأن دولي بشر بكل الأحوال، احنا ما نفترض نتجرد عن إنسانيتنا، لابد أتعامل معهم بإنسانية. لذلك أقول منظمات معنية بحقوق الإنسان، هذه المنظمات يجب أن تجد بيئة عاملة لهؤلاء، ممكن أن تعيد تأهيلهم، ممكن أن تهيئهم، ممكن أن تجعل منهم أناس صالحين بأساليب تختلف عما لدينا. نحن الآن لا نمتلك الإمكانية لنعيد تأهيل هؤلاء، صعب علينا جدا. لذلك أقول أنه ليس من العيب أن يسكنون في قارة أستراليا، أستراليا قارة كاملة كل سكانها 20 مليون، لذلك يعني بها مساحات كبيرة جدا تستوعب بقد مخيم الهول بعد 500 مرة. من اللي يقبل يجي بالضام ويخلي بيته؟ ممكن منظمات المجتمع المدني العالمية دول يتخليهم بأماكن متفرقة وتهيئ لهم ستاف وكل المستلزمات الإصلاح وتعيد تأهيلهم من جديد شيئا فشيئا إلى أن يحسون، وبالتالي يعطون تزكية على أنه أصبحوا ناس مؤهلين للاندماج مع المجتمع. أما أنت تجيبه وتخليه بمخيم الجدعة، ومخيم الجدعة هو في جنوب الموصل، هو أصلا انتهاك لحقوق الإنسان بالمخيم، ما بي مقومات الحياة. نعم. وهم أيضا تربوا في مخيم ما بي أبسط حقوق الإنسان، يعني عبارة عن وحوش صغار مو بشر. روح شوف قوات قسد السورية الآن ماذا يعانون منهم. فبالتالي أعتقد هذا المخيم هو مقصود، ومثل ما يقال مسمار جحا موجود، وينتظرون أين سيدق من هذا المسمار ليجعل أن هنالك ذريعة تحت مسمى انتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتالي ممكن أن يكون تدخل دولي بالأراضي العراقية تحت مسمى انهيار الوضع الأمني، انتهاكات كبيرة بحقوق الإنسان. يعني جملة ذراع ممكن أن تكون لكي يكون هنالك تدخلات، أو ربما لانهيار الوضع الأمني بالأرض العراقية وأرجاع العراق إلى مربع لا يحمد عقباء، حتى نسهل وننشغل فيما بيننا كي تتوسع إسرائيل بما تريد حسب نبوءاتها. أستاذ كاظم، هذا التوقيت الحساس استونا قلنا يا الله والوضع الأمني مسيطر عليه بشكل تام، زين خطوة صحيحة تشوفها اليوم؟ هل العراق قادر على تأهيل 30,000 شخص متغذين الفكر الداعشي منذ الصغر وأمهاتهم يعني يؤيدوهم ويعلموهم النهج الداعشي والفكر الداعشي لحد هذه اللحظة؟ نعم استاذ محمد، حقيقه ما كملت الفكره مالتي، يعني صار من لا عفوا مو مداخلتك، بس تكملتك كانت للحديث. العفو استاذ عدنان، تفضل انت زميل عزيز. قصد كلامي يعني المقاومات، شنو المقاومات اللي اقصدها؟ المقاومات اللي اقصدها احنا بالنسبه ان شئنا اما بينا، احنا عندنا محيط منتمين الى محيط دول الجوار، محيط عالمي من الأمم المتحدة، مجلس الأمن. فإحنا بالنسبة إن مو مسألة بكيفنا أو كيفية والله نرفض والله لا، بس إحنا حكي لي شنو المقاومات اللي أقصدها أنا. المقاومات ما نخليهم يدخلون مثل ما تفضل الزميل أنه يدخلون داخل العراق مسافة لا، أنت مهيئ هسان من خلال قناتكم الكريمة، إحنا كحكومة عراقية وكالناطق اللي هو السيد قاسم العرجي تحية له وإجلال، هل هو مهيئ معسكر متكامل؟ هذا واحد. اثنين، هل مهيئ كوادر؟ هاي اثنين. ثلاثة، راح تقول لي شلون الطريقة من الناحية الإنسانية اللي وصفها أستاذ عدنان. أولا عندنا منظمات أو اختصاصين أو خبراء نستعين بخبراء لغسل الدماغ، خبراء
عالميين يجون هذا الطفل اللي دي يقول عليه يلعب بالجمجمة وكذا وتاركيه على راحته، شوف هم ليش تاركي، شوف الآلية ليش تاركي يلعب بالجمجمة حتى يستغلوه، ليش وصلوا لهاي المرحلة؟ زين هاي الزوجة اللي هي أساسا زوجة داعشي، زوجة إرهابي، زين إحنا هاي زوجها شقد قتل من أبنائنا العراقيين، إحنا خلنا نتحدث هيجي وهي رايحة متطوعة وهي على جاية لرعاية أولاد الإرهابيين، يعني رعاية ترعى أولاد هذا الشخص اللي قتل أولادنا وأبنائنا بالتفجيرات وبكذا وبذبح وقطع الرؤوس. ما نريد نرجع لهاي الأيام الفوضوية اللي أذت العراق. إذا إحنا هنا هؤلاء إذا تم الضغط علينا كدولة عراقية أنه لازم نحتويهم، فأنا أقول ما يطبون مسافة كبيرة من الحدود العراقية، ينصنع لهم معسكر كامل متكامل، ونستعين بخبراء أجانب من دول وخبراء ذوي اختصاص عفوا، حتى هؤلاء الأطفال بدل ما يلعب بجمجمة كرة قدم يلعب بكرة حقيقية للقدم، بدل ما يقول أني داعشي يقول أني عراقي، بدل ما يقول أني من هاي الطائفة وهاي الطائفة علموا يقول أني عراقي أدافع عن العراق، أبويا إرهابي لكن أنا غير شكل. من يقول عراقي أصلاً؟ أيضاً هذا إذا كانت أم عندها هذا الفكر. من يقول أم تقول أنا تجيب لها 10 جهال ويقول ذول ولدي؟ أنت شو معرفك؟ حتى يتم استغلال، يوم كنت تتابع تقارير يتم استغلال الأطفال اللي وصل عمرهم 16-17 لموضوع التكاثر بطريقة غير شرعية. ممكن جايين يعني مخيم بمثلاً 20 امرأة. بعض النسوة يختصبن الأطفال ينجبوا منهم. بالضبط. بس اقول من يقول دول عراقيين اصلا استبعدهم، مو صعبه، احنا دوله ذات سياده لنا قيمتنا الاعتباريه يا استاذ محمد، احنا دوله ذات سياده لنا قيمتنا الاعتباريه بالقانون الدولي والمحيط الموجود. احنا بالنسبه لنا اذا مثل ما تفضل الاستاذ يقول منو يقول هي عراقيه، اذا مو عراقيه استبعدها لان هو اساسا قرار لا تكون هي عراقيه جاي عراقي، لكن الاطفال اللي تجيبهم من يقول عراقيين دول؟ هؤلاء الاطفال اللي نقول عليهم احنا بالنسبه لنا. زين هنا سؤال نطرحه وانا حقوقي أيضا، نعم. هذا شنو جنسيته الطفل؟ هل الدولة العراقية راح تمنح الجنسية العراقية؟ أنتم ما منتبهين على هاي. هل راح يمنحوه الجنسية العراقية؟ هذا متروك للساسة العراقيين، راح يمنحوه؟ زين أنت من راح هذا أبوه أبو مو معروف وأبوه داعش شو تستقبل؟ تطي جنسية العراقية جنست عراقي شو ما تعرف هذا أصلا منه جنست عراقي يعني. أبوه شيشاني مثلا، أبوه شيشاني الأم عراقية، ما صايرة لو ما صايرة طبعا ام عراقيه. زين احنا بالقانون القانون يمنحها، انا احكي لك بالقانون اعطيك فد معلومه. نعم يعني اللي هي عراقيه ومتزوجه من داعش وجايبه اولادها، واكو وحده اجنبيه تدعي انه متزوجه من عراقي، تدعي متزوجه من عراقي وجايبه ابناء وجايه. زين انا هسه افتهم منين؟ شو ده يجيني من اليمين ومن اليسار؟ اي هاي انا بالنسبه لي رايح والراجع مره يعني في استاذ محمد حتى يكون اللقاء منتج ان شاء الله بهمتكم. مرة طلعت في أحد اللقاءات على هذا الموضوع بالذات على هذا المعسكر، إيش قلت؟ قلت ها هذن النسوة الموجودات ينحكم من إعدام مع إيقاف التنفيذ، توقع عليها هاي واحد. اثنين يمكن حيشوفوا شوية غريب المشاهدين أو كذا، أنا بحكي بالقانون، كل شيء ممكن بالقانون، إحنا نريد نحافظ على مجتمعنا. إضافة إلى تأهيل الطفل، هذا الطفل ما يطلع من هذا المعسكر إلا بثلاث سنوات بحثت وشفت إيش قد المدة اللي تقدر بها تغسل دماغ الطفل، هي الفترة الكافية لغسل الدماغ، الفترة الكافية بالبحوث الأمريكية والبحوث الروسية وكذا يقولون عفوا واليابانية أيضا اللي هي امتياز أخذوا بها اليابان. خلنا نجي على اليابان، عوف الأمريكان سؤالهم مركز تعليم راح وحرقوا نفسهم هم الأحفاظ. اليابان شو تقول؟ اليابان شو تقول؟ تقول نجعل من الغبي عالم، نجعل من الغبي عالم ونغسل دماغه بفترة أقصاها من يوم الى تجعل من الغبي اسهل بكثير مما تقنع. احنا نستعين، احنا دوله ذات امكانيه، احنا نجعل من العاقل وال لا استاذي مو هيك، احنا ليش ما نجيب خبراء جاهل اخدمك يعني انا عندنا امكانيه نسوي فيلسوف جاهل اخدمك، احنا ليش ما نجيب خبراء يابان؟ سؤال، نجيب خبراء يابان متخصصين بغسل الدماغ اللي هم موجوده بحوثهم ونقول لهم هذول الاطفال لكم ثلاث سنوات ما نخليهم يغادرون المعسكر، ثلاث سنوات فعلية تقويمية، والأمهات هذا الإجراء القانوني ترغمهم. أقول لك مركز تعليم حرقوهم ونفسهم، الأطفال رافضين لموضوع التعلم ما نطلعهم. طبعا أنا مقتنع، شو تريد مني؟ شو تريدني أجاوبك؟ ما طلع من المعسكر ولا أخليه يتقرب شبر واحد من أدخله للحدود العراقية. أستاذ محمد قنبلة موقوتة، نتكلم عن قنبلة موقوتة. الأستاذ 18 دقيقة الأستاذ عدنان تنطوني
تفضل استاذ كاظم باختصار لان يعني وقت داهم استاذ عدنان يقول 30,000 انت تتحدث الرعايا الاجانب 9,000 انا عندي 30,000 قنبله موقوته بالضبط بالضبط. وين ذولي شو يسوون بالعراق واحنا ما مستعدين هسه قلنا يا الله زين استاذ عدنان حكينا على المشاكل الكثيره لكن اليوم لازم نطرح حلول شنو الحلول المناسبه للتعامل مع هذه الازمه احنا نشعل الحلول المنطقيه مو الحلول المنطقيه اولا اي حل بالنسبه لاستقطابهم بالارض العراقيه هذا مخطوء تماما وجريمه كبرى ترتكب بحق العراق وشعب العراق لكنها نقول انه ممكن ان يوزعون على مستوى العالم الان حتى فرنسا وبريطانيا اللي اكثر بلدان العالم تطورا وانفتاح رعاياهم ما يخلون يستخدمون الان احنا نمجد ونشكر روسيا على 32 بشر فقط روسيا هاي البلد الكبير الامكانيه الاستخباراتيه والجانب الامني المستقر والعقليه المخابراتيه والتتبع وامكانيه التتبع لاي فرد ممكن هذا ال 32 واحد 32 واحد وكانه قاموا بعمل بطولي جبار احنا شلون نستخدم 30,000 واحنا اصلا وضعنا من هذا وما مستقر لذلك اقول انه يجب ان يوزعوا على العالم هذا يعني التدخل الاممي تدخل منظمات المجتمع المدني نعم. ويوزعون على العالم واقول انه قاره استراليا قاره كبيره جدا ممكن ان تكون هنالك معسكرات تجمع كل 500 كل 400 في معسكر بمسافه بين واحد وواحد 300 نعم. كيلومتر الحديث ممتع مع جنابك استاذ عدنان واستاذ كاظم لكن جاوزنا على الوقت الخبير الامني الاستاذ عدنان الكناني اشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعه والباحث في الشان السياسي الاستاذ كاظم الجحاشي شكرا جزيلا لك إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء